صباح الخير، اليوم الخميس 8/12، شو مخبيلنا الفلك وشو بتقلنا الأبراج؟ نعرف بالبداية مثل العادة مع الحمل اللي الأخبار الجيدة حتبلش ابتداء من اليوم، كما أنه حتفتح أمامك أبواب كتيرة وغير متوقعة، بتتمتع بالنشاط وبتحس بأنك قادر على تحقيق مستحيل. الحظ بيوقف لجنبك، وخاصة إذا كنت بتخطط لسفر أو لنشاط اجتماعي. عاطفياً بتعيش مرحلة من التسويات والمصالحات مع اللي بتحبه. ننتقل للثور اللي التواصل الجيد مع أفراد العيلة والأشخاص المقربين منك حينعكس إيجاباً وحتلمس النتائج ابتداءً من اليوم. حاول أنه تطلب المساعدة والنصيحة وما تتردد إزاء مبادرات جديدة بدك تقوم فيها. عاطفياً تتاح لك فرصة تقوية العلاقة وتمتين الروابط مع الشريك. نوصل لعند الجوزاء اللي بتبدأ مرحلة جديدة بحياتك الاجتماعية، وتبدو العلاقات والروابط اللي بتأسس لها اليوم ذات أهمية كبيرة. بتشارك الآخرين بمناسبة أو لقاء، وربما تطلع على الكثير من المعلومات الهامة والمفيدة. عاطفياً عم بتكون أكثر ارتياحاً بالتعبير عن نفسك قدام اللي بتحبه، وربما بيحمل الفلك لإلك لقاء مميز. السرطان تبدو منهمك بالعمل، وربما التركيز الكبير بيكون على إحدى المهمات الضرورية. يومك مزدحم، وربما تشعر بنوع من الفوضى والتشابك بالأجواء، الأمر اللي بيأثر على حسن سير العمل وربما على طريقة أدائك. بالحب المزيد من المشاعر قد تجعل من مهمتك بالتواصل مع الشريك أسهل. الأسد بتتلقى ردود إيجابية وبتنتقل لفترة أكثر وعداً على صعيد الحياة الشخصية والمهنية. بتتحسن علاقتك بالأصدقاء وتوسع من دائرة معارفك. بصادفك الحظ الجيد وممكن يكون أمامك فرصة للبدء بمشروع جديد. عاطفياً بتتعامل مع مواضيع الارتباط والحب بشكل جدي، وربما بتخطط لمستقبل العلاقة. العذراء يومك ضاغط لناحية المنزل والمسؤوليات العائلية، وربما بيطلب أحد الأصدقاء المقربين مساعدة منك. بتحس بنوع من الفوضى والتقلبات الكتيرة اللي بتأثر على قراراتك، وبتجعلك غير قادر على رؤية الأمور بشكل منطقي. عاطفياً بتزعجك النميمة وتدخل بعض المقربين بتفاصيل العلاقات والشؤون الشخصية. نوصل لعند الميزان اللي عم تنجز أعمالك بسرعة وسهولة، وما بيوقف بطريقك عوائق تذكر. الفترة اللي بتمر فيها هلأ ممتازة ومناسبة للتحرك نحو أهداف جديدة دون الخوف من فشل أو تراجع. نسبة الحظ جيدة، بس الاعتماد الأكبر يجب أن يكون على جهودك. عاطفياً لقاء أو تواصل إيجابي بيصير مع اللي بتحبه، وربما بتشاركه بمناسبة. العقرب عندك أفكار جديدة بخصوص العمل والمشاريع الشخصية. بتبلش اليوم مرحلة جديدة من التخطيط والإنجاز السريع، وممكن تتاح لك فرص هامة بتساهم بزيادة أرباحك. بتلتقي أشخاص كثر، بس قلة منهم بيتمتعوا بالصدق اللي ممكن يمكنك الوثوق فيهم. عاطفياً بتعرف كيف تدير شؤون العلاقة مع الشريك بالشكل الصح. القوس عندك مصالحات عائلية وعاطفية حتساهم بشكل كبير بتحسين معنوياتك وصحتك. الوعود والفرص كتيرة، بس بيتوجب عليك اتخاذ قرار حاسم وسلوك درب محدد. تشعر بضرورة أن تطوي صفحة قديمة وتبدأ وحدة جديدة. عاطفياً بتتمتع بجاذبية آسرة، وربما تجذب الحاسدين إليك. ننتقل للجدي اللي أوضاع صحية متراجعة حترافقه بها النهار إذا ما كان مهتم بنفسه. حاذر الأعمال الصعبة واللي بتتطلب مجهود كبير، وأجل بعض اللقاءات الهامة ليوم آخر. من ناحية تانية بتلتقي الكثير من الأصدقاء، وربما بتعيش أجواء من التسلية والترفيه. عاطفياً استمتع بوقتك مع الشريك وما تثير أي مواضيع خلافية هلأ. دلو عندك يوم واعد لناحية العلاقات الاجتماعية والمهنية اللي بتتحسن وبتتخذ مسار أفضل. استفيد من كل ساعة بهالنهار، وحاول إنك تحقق بعض الإنجازات ولو كانت بسيطة. بتتضح أمامك الكثير من الأمور، وبتصير مهمة التوصل لاتفاقات جديدة أسهل. عاطفياً ممكن تعيش مشاعر متناقضة، وربما تخشى من ارتباط أو التزام بهاي الفترة. ختاماً مع الحوت اللي بتبلغ الضغوطات ذروتها اليوم،
وتبدو مضطر لتسوية الخلافات وتقديم بعض التنازلات. الكثير من اللي بتلتقي فيهم ممكن ما يسهلوا عليك مهمتك، لهيك بيتوجب عليك الاعتماد على جهودك الشخصية بالإضافة لمحاولة إبقاء التفاهم مع الناس عند أفضل المستويات. بالحب بعض المواقف الصغيرة ممكن تتسبب بخلاف مع الشريك. مولود اليوم أنت شخص نشيط، عملي، موهوب وموثوق، عندك قدرات هائلة وبيحترمك أصدقائك وزملائك كتير، بس من سلبياتك أنك بتتصرف أحياناً بطريقة قاسية مع اللي بتحبه، وربما بتميل للغيرة ببعض الأوقات.